الشغب اللي تقدمه هسه حاليا خد تجمع وشوف اللي يحكي على السلميه، اللي يحكي لك على السلميه هاي تك تك احد الاخوه ذول الخطيه اللي قلبوها صاحبها الصواب وهم حرقوها الامدال. الجبناء شوف هذول الجبناء اللي حرقوا هسه هاي تك تك وصاحبها الصواب خطيه خذناها للمستشفى. هاي حاليا مباشر 25/1 اعطيني توقيت، اعطيني توقيت، توقيت بين الساعه ساعه بساعه الساعه ب 12:30 الظهر 25/1/2020 ساحه الخلاني باوع هذول الشغب اللي جاي يرمون عتاد حي سجن. الله اكبر عليك.